أفضل 8 لاعبي كمال أجسام من الإناث. 1. غلاديس بورتوغز، ولدت عام 1957 وهي على رأس قائمة أجمل 10 لاعبات كمال أجسام من الإناث. 2. جينيفر برومفيلد، ولدت عام 1983. تحب جينيفر تدريبات الوزن، ومعظم أفراد عائلتها هم من الرياضيين الذين لديهم عضلات كبيرة. 3. جينيفر ريش، لاعبة جمباز ممتازة وملاكمة ركلة منذ سن المراهقة وتشتهر بجمالها الشديد. 4. كوري إيفرسون، ولدت عام 1958 وهي واحدة من أكبر لاعبات كمال الأجسام من الإناث على القائمة. 5. ويندي لينكويست، ولدت هذه المرأة المثيرة ذات اللياقة البدنية في كولومبيا البريطانية، وهي أكثر من مجرد لاعبة كمال أجسام، حيث كانت لاعبة جمباز وراقصة. 6. ديانا كادو، ولدت عام 1966، حيث تعد من بين أقوى منافسي حدث IFBB وتحتل المركز الثاني في السيدة الدولية والسيدة أولمبيا. 7. نيكي فولر، ولدت عام 1968، حيث أخذت مسار كمال الأجسام في مرحلة مبكرة جدا من حياتها. فازت نيكي فولر بالسيدة الدولية والسيدة أولمبياد في عام 1992 وبعد عام 1999. 8. شينا، ولدت عام 1970 وتعتبر ملكة نيويورك،